السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقاء في مقطع جديد على قناتكم داركتون. في مقطع اليوم لدينا بعض النظريات المرعبة عن كرتون سبونج بوب سكوير بينز، وهذه النظريات قام الداركتونيون بعرضها في مكان التعليقات، ولقد رأيت الكثير منها وسوف أقرأها ونتعرف عليها. إذا كنت جديدا معنا اشترك وفعل زر التنبيه واضغط زر اللايك تشجيعا لنا للمواصلة. ولنبدأ. النظرية الأولى تقول أن الكرتون كامل هو حلم لطفل لا يميز بين الواقع والخيال، وهو بغيبوبة ما رح يستيقظ منها. وهذه هي أدلتي: النار تحت الماء. ألم نسأل أنفسنا كيف يعمل فرن سبونج بوب تحت الماء والنار التخييم لا تنطفئ والألعاب النارية؟ الكهرباء، إنهم تحت الماء يفترض أن الأجهزة الكهربائية تنتج حقلا كهربائيا يسعق كل من يقترب منها، فكيف هناك أجهزة تلفاز وأدوات كهربائية كالثلاجة؟ وهذا ليس منطقيا بالمرة. الخبز، كيف لا يتفتت خبز الشطائر تحت الماء؟ البحار، قالها مور داخل البحر حسنا، لكن جميعنا رأينا داخله بحر. كيف يستطيع سبونج بوب نفخ الفقاعات وهو يرتدي خوذة هواء في قفص ساندي؟ إسفنجة حية؟ كيف سبونج بوب لديه عقل من الأساس؟ إنه إسفنجة صحون. من أين يحضرون البرجر إن كانوا هم السمك؟ والدجاج بالعالم الخارجي ولا يمكنهم الذهاب الى هناك وبس والله يدي. اوكي، بالنسبه لما ذكرته من خلال 1 إلى 5، هذه كلها تندرج في نطاق المنطق الغبي في الكرتون، فتلك اشياء قمه في الغباء. وبالنسبه لانه اسفنجه حيه ام انه اسفنجه صحون، فقد قمت بمقطع عنها تجدونه هنا، يمكنكم مشاهدته بعد هذا المقطع. وبالنسبه الى اين يحضرون اللحمه، لنرى النظريه الثانيه. عندي نظريه ان سلطع برجر مصنوع من لحم البشر والحيوانات. اوه ماي جاد، من لحم البشر والحيوانات الغرقه تحت الماء. ومستر سلطع لا يرجو لاحد ان يعرف السر، حتى سبونج بوب لا يعرف ان اللحم من البشر والحيوانات الميته. نظريه معقوله، والمفروض ان مكونات برجر أن اللحم هو لحم بقر مفروم، وشمشوم يستطيع معرفة ذلك من خلال النظرة الأولى. لكن لماذا ليست ساندي هي التي تذهب للعالم الخارجي لتجذب معها اللحم البقري؟ لا ندري. وكما قلت، هناك الكثير من ما يغرقون في البحر، لذلك ما يجعلها سر البرجر، ولا يهم مستر سلطع سوى المال. ما لا بالوش باللي هذا الدرهم تاع الحرام، ولد الحرام. هو برنامج عبارة عن خطايا السبع: سبونج بوب الشهوة، جوثر، سلطع الجشع، بان، شمشون الحسد، ديان، ساندي الغيرة، هل تظن الكبرياء؟ شفيع الغضب، ميليو دوسو، بسيط الشراهة، ميرلين. أنا لست متأكدا من ذلك، لكن ربما ذلك من باب الصدفة فقط، لا أدري. إن سبونج بوب هو في الحقيقة عبارة عن إسفنج مسح به دماء جريمة قتل طفل ورمي به في البحر دبت فيه الحياة. ممكن لأن شكل سبونج بوب مثل الإسفنجات التي نشتريها من الحوانيت، وهو لا يشبه أبدا الإسفنجات البحرية مثل أبوه وأمه. نظرية المخدرات، تقول النظرية أن الشخصية تمثل مدمنة مخدرات. سبونج بوب مدمن الأمفيتامينات، حيث أنه سعيد جدا ونشط وأحيانا يكون مصاب بجنون العظمة، وإذا كان في حالة مزاجية سيئة فهذا نتيجة حادث تصادم كبير، ينتقل من سعيد جدا إلى حزين أو غاضب جدا، ولا يكون أبدا في الوسط. بينما بسيط مدمن حشيشة، حيث يضحك على أشياء غبية ويأكل طوال الوقت. شفيع مدمن هيروين، حيث أنه دائما في حالة هبوط في المزاج ويصرخ على سبونج بوب لفرط نشاطه وحيويته. مستر سلطع مدمن كوكايين، حيث أنه غاضب للغاية ويساوره القلق دائما بشأن ماله، والكوكايين غالي الثمن. ساندي مجرد مدمنة على الكحول، ساندي تضرب البرة والويسكي وتخبطها. ممكن النظرية صحيحة، حيث كل شخص منهم يمثل حالة معينة، وواضح أن مبتكر البرنامج كان مدمن على هذه الأشياء الفظيعة. نظريتي أن أبطال سبونج بوب مخلوقات مشوهة بسبب تجارب البشر، ومطعم مقرمشة السلطاع هو مؤامرة للانتقام من الجنس البشري، فيستعملون لحم البشر في الشطائر. لو كانت هناك حلقة خاصة تكون هكذا رعب أكشن لكانت رائعة. ربما استديو ينتظر مني أنا أن أعمل هذه الحلقة الخاصة، من يدري. لحظة يا دارك، من أين حصلوا على ملابسهم؟ ربما أخذوها من الناس الأموات الذي سقطت ملابسهم، من يعرف؟ مذهل، ربما، من يدري؟ لكنني أرى أن معظمكم يقولون نفس الشيء: بشر سقطوا، انتقام، والكثير من التعليقات فيها انفجار ومواد كيميائية شوهتهم إلخ إلخ إلخ. أظن أن هناك مصدر لهذه المعلومات.
أنا الذي طلبته منكم أن تكون نظريات من عقولكم ليس من عقول الآخرين، لكن لا بأس. إن سبونج بوب وبسيط يتنمروا على شفيء، وهناك من يوافقنا الرأي، لأن عندما بسيط وسبونج بوب يذهبون إليه ينتهي الأمر ببسيط وسبونج بوب يضحكون وشفيء يبكي. وأيضا هناك حلقة محذوفة عندما مات شفيء وكان بسيط غير مهتم، وأيضا سبونج بوب كان يتظاهر بالحزن أكيد لأنهم جعلوا شفيء ينتحر بسبب تنمرهم عليه. هل توافقنا الرأي؟ تلك الحلقة الانتحار ليست حلقة من تصميم الاستديو، فقط هناك شخص مسطول أراد أن يرى مفعول الزطلة فأنتج تلك الحلقة، وسبونج بوب وبسيط هما ناس ملاح، لكن شفيء نراه سيريو، لذلك ما عندنا ما ندير به، خليه يبكي وبس. ألم تلاحظوا أنه لا يوجد أي حبار أو أخطبوط في قاع الهامور إلا شفيء؟ من الممكن أن يكون هو القاتل جميع الأخطبوطات لبقائه هو وحده. يعني حسب كلامك يوجد إسفنجة واحدة، يعني سبونج بوب قتل الإسفنجات. يوجد بسيط واحد، يعني بسيط قتل النجوم البحرية. يوجد مستر سلطع واحد، يعني قتل جميع السلطعونات. توجد ابنته الحوت فقط، يعني قتلت جميع الحيتان أم ماذا؟ لكن يب لنعتبرها صحيحة، وهذا سبب حزنه الدائم. بسيط ليس غبي نهائيا، او ماي جاد، بل ذكي، اذكى من كل المخلوقات موجودة في كرتون سبونج بوب. ويوجد دليل ان بسيط في احد الحلقات عندما اشعل سبونج بوب النار قال بسيط هاي سبونج كيف تشتعل النيران تحت الماء، وفعلا النيران انطفأت. فهل يعقل ان بسيط ليس غبي بل مريض نفسيا؟ لأن يوجد حلقات اتضح أن بسيط يبدو كأنه يغضب بأتفه الأشياء مثل حلقة عيد الحب، ويوجد حلقات أخرى أيضا كان بسيط مريض نفسيا. لكن لم أحدد إذا كان بسيط ذكي، ولكن لا يظهر ذكاؤه، أو مريض نفسيا لكنه ليس غبي نهائيا. أنا دائما ما أخاف من الشخصيات الهادئة والغبية، لأنني أرى أنهم هم الأسوأ من الذين يتكلمون كثيرا ويتبجحون. ربما لديه خلل في ذلك المخ، هذا إذا كان مكان المخ مخ أصلا. نظرية الشبح الهولندي الطائر وقاطع اليد بالسيف. أغرب شخصيتين في الكرتون، الأول شبح يرمز إلى الأشباح وأظن في الحقيقة هو موجود، أما الثاني فهو يرمز للسفاحين والقتلة، وإن الاثنان حقيقيين. الهولندي الطائر هي سفينة أشباح أسطورية لا يمكنها أبدا أن ترسو في ميناء، ومحكوم عليها بالإبحار في المحيطات إلى الأبد. يقال أنها حقيقية ولقد ظهرت في فيلم قراصنة الكاريبي، وأما الثاني فلا أظن، لأنه مجرد شخص عادي ليس له محل في الحلقة أبدا، ليس كالهولندي الطائر. وفي الآخر سنقرأ هذه القصة من تأليف داركتونية. في يوم من الأيام وكالعادة استيقظ صديقنا سبونج بوب صباحا على صوت منبهه المزعج. تناول فطوره وأطعم حيوانه الأليف البطيء السريع، وذهب إلى مقرمشة السلطع ليؤدي عمله. كان يقول هذا اليوم جميل وحافل بالزبائن، ولكن ذلك اليوم لم يكن جميلا بالمرة. ففي الليل لن أفسد التشويق، دعوني أكمل القصة. سبونج بوب يعمل ويحدث شفيء الأحمق ذو الأنف الكبير المتدلي، وهو يتضايق ويقول اصمت اخرس يا غبي، وسبونج بوب يستمر بمضايقته. وفي المساء لما عاد مستر سلطع وهو متلهف لرؤية نقوده، اعطى الاذن لهما بالمغادرة وتركه مع نقوده. عاد سبونج الى منزله، ولكن انتهى دور سبونج اللطيف في هذه القصة. الان حان دور ويلد سبونج بوب او سبونج بوب المتوحش. لقد بدأ كل شيء ذلك اليوم حين شاهد فيلم رعب لكائن إسفنجي متوحش. وفي نهاية الفيلم قال المذيع أنه من كان من مثل جنس هذا الإسفنج وشاهد هذا الفيلم سيصبح مثله بالتأكيد. هنا ارتعب سبونج وأخذ يطمئن نفسه قائلا إنها مجرد مزحة لإخافة المتفرجين فقط. وفي الليل حينما رفع الغطاء لينام أخذت أعراض التوحش تعمل عملها، وأصبح عندنا سبونج المتوحش. فأكل سريع المسكين وخرج من البيت مسرعا، وأكل شخصين وهضمهما وحولهما إلى لحم مفروم، ثم أخرجهما من بطنه وخبأهما. وفي الغد رجع إلى لطفه، ذهب إلى مقرمشة سلطع وأخذ معه اللحم المفروم. وقتها سمع بعض الزبائن يقولون أن رجل اختفى ليلة الأمس ولم يجدوا في منزله إلا دماءه وعظامه. فقال بوب من هذا المتوحش الذي فعل به هكذا؟
وبدأ في عمله، وعندما تناول الزبائن الشطائر تذمروا من ذوقها السيء وغادروا المطعم خائبين. فغضب مستر سلطع واستمر في الأكل والهضم حتى نفذ كل سكان المدينة. غاضب المتوحش ولم يجد خيارا إلا المقبرة، فنبش التراب، وبينما هو يختار الجثث المدفونة حديثا تفاجأ بسمكة حية توقع به في كمين منصوب أمام قبر صغير يبدو أنه لطفل. وكانت تلك السمكة أم الطفل الميت، وكانت متوحشة أيضا، فقالت له لن أسمح لأحد أن يلمس ابني سواء كان ميتا أو حيا. وأكلت سبونج بوب المتوحش الكبير الذي ظهر لها صغيرا لأن حجمها يضاهي أضعاف حجمه. وبعد مرور الأيام جاعت الأم المتوحشة ولم تجد شيئا لتأكلها لأنها أكلت كل ما في قاع الهامور حتى المنازل وكل شيء هناك، فأكلت نفسها وإلى العجب. وبعد مرور السنين كان غواص يكتشف البحر وذهب بصدفة إلى قاع الهامور. كان يتوغل بين الخرابة فتحير وقال من يفعل هكذا وهو سموكة حلوة وملعلوكة وهو يتساءل سمع خرخشة. كانت تلك المتوحشة التي أكلت نصف جسمها، فأكلته كاملا وأكلت نصف المتبقي من جسمها. وفي هذه الأثناء وقع انفجار نووي أهلك كوكب الأرض ومن فيه، ولم تسمع عنه شيئا بقية الكواكب. Oh my God. وكانت هذه حلقة اليوم، أتمنى أنها نالت إعجابكم. إذا أعجبتكم سلسلة نظرية الدارك تونيون سنقوم بها مجددا في كرتون آخر، فقط اضغطوا اللايك لنرى كم من شخص مهتم. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. شاركوها في كل مكان، في البيت، في المدرسة، في الدكان، أيا كان. المهم فجروا زر الاشتراك كالبركان، ولنلتقي في مقطع آخر في كذا زمان. كان هذا كل شيء، كان معكم أخوكم دركا وعبدو، مع السلامة. يهو يهو.